بجد؟ فاكر انك مسكتني يا احمد؟ ده كلام فارغ، مفيش مجال للضحك يا عتريس. عندنا الادلة الكافية عشان تتحبس، لو ما تكلمتش هتلاقي نفسك في السجن على طول. على رأي المثل، اللي يخرج من القفص يلاقي نفسه في الشبك. مهما حاولت تمسكني هطلع منها زي الشعرة من العجين. المرة دي هتلاقي نفسك محبوس تماما ومفيش مخرج. هنشوف يا باشا، هنشوف. هل تريد انك تبهر جمهورك وتشد انتباههم باستخدام قوة المشاعر في حديثك؟ دورة كلوسوفوبيا على منصة تدرب هي ما مجرد دورة، هي رحلة مدتها ساعة كاملة راح أخذك معاي خطوة بخطوة. اشترك الحين عن طريق الرابط في البايو أو الكيوار كود الموضح على الشاشة، وإذا كنت تحتاج إلى دعم إضافي تواصل معنا عبر الواتساب لحجز جلسة استشارية خاصة معي على الرقم الموضح على الشاشة. تذكر، صوتك هو جزء من هويتك، وأفكارك تستحق أنها تصل للعالم. لا تسمح للخوف أنه يمنعك من التعبير أو يخفي اللي بداخلك. أنت تستحق أن صوتك يكون مسموع.